اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا هيشرفني جدا اشتراكك في القناه وتفعيل الجرس ولايك جميل منك للفيديو. فيلمنا بيبدا مع كوني، البنت المتالقه في لبسها دايما اللي بتروح حفله وبتتعرف على ضابط شرطه اسمه كيليفورد، وعلى طول بينجذبوا لبعض ويحس ان بينهم جوانب مشتركه، وعلى طول بيطلبها للجواز وهي انجذبت ليه ووافقت، وبعدها فعلا بيتجوزوا. بعدها بيحصل حرب في البلد وبيتصاب كيليفورد اصابه خطيره بتخليه مش هيقدر يمشي على رجله تاني، وبيكون تحت قيادته في الحرب جندي اسمه ميلر، لكن ما معرفوش بعض معرفة شخصية. كيليفورد بعدها بيرجع بيته وبيكون حزين جدا، وكون مراته بتقول له هنشوف دكتور كويس وكل الدنيا هتبقى تمام، وهو بيرد عليها بكل يأس انا حالتي مستحيلة. وكون بتطلع من الأوضة وبتكون بتبكي وحزينة، والخدمة بتقول لها لازم تكوني هادية لانه محتاج لك. وفي لحظة كون بتسمع الزناد بيتسحب، فبتجري كوني على جوزها وبتمسك منه السلاح، وهو بيبكي وبيقول لها انا مش عايز اعيش بالشكل ده، وهي بتوعده انها هتفضل معاه ويعدوا الأزمة دي مع بعض. ونرجع لميلر اللي بيكون بيكتب جواب حب لحبيبته بيرسا، وبيقول لها انا مش مصدق نفسي ان الحرب خلاص هتنتهي وهجيلك. ولما خلصت الحرب بيروح لها وبيبص ناحيه اوضتها وبيتفاجئ انها اتجوزت وكمان حامل ومبسوطه مع جوزها وحياتها مستقره، فبيمشي وهو حزين جدا. ونرجع للضابط كيليفورد اللي بحكم ظروفه بقى محتاج يوظف حد يرعى له ممتلكاته، وبيروح للجندي ميلر وبيطلب منه الوظيفه دي. وكيليفورد لما عرف انه كان تحت قيادته في الحرب وافق على طول. وبعدها كيليفورد بيشتري الآلة دي وبيبقى سعيد لأنها هتساعده ولو بشكل نسبي إنه يباشر ممتلكاته، وبياخد مراته كوني ويعرفها على ميلر وبيقول لها أنا عينته عشان يراعي ممتلكاتي، وبيقول لها ده كان جندي تحت قيادتي بس أنا ما كنتش أعرفه. وكوني بنلاقيها بترحب بيه وبتبص له بنظرة إعجاب. وبعدها كيليفورد بيقول للعمال إنه أخيرا هيروح للمنجم بتاعه عشان يباشره، وكوني بتقول له إن المكان خطر وبتقول له أنا هاجي معاك، لكن هو بيكون خايف عليها وبيرفض. ولما مشي الخدمة بتقول لكوني ان العامل ميلر طلب نسخة من مفاتيح الكوخ عشان ده المكان اللي هيبقى فيه، وكوني بتقول لها ان بكرة الصبح هتوديله المفاتيح، لكن بنلاقيها بتتراجع في الكلام وبتقول للخدامة هاتي انا هوديه له. وفعلا كوني بتروح لميلر وبتقول له انت طلبت المفتاح، وميلر بيقول لها انا من حقي ان يكون ليا مكان ابات فيه، وبيقول لها انتم ليه بتعاملونا كأننا عبيد، وهي بتقول له انا بمجرد ما عرفت انك عايز المفتاح جيت بنفسي عشان اديهولك، وبتقول له شكل غلطت ان عملت كده، وبتتضايق وبترمي له المفتاح وبتمشي. وبتروح كوني على القصر بتاعها وبنتفاجئ ان ميلر بعت لها رساله مع واحد من العمال، وميلر كان بيعتذر لها بطريقه جميله وبيقول لها انا ما قصدتش ان اجرحك، وهي بيعجبها جدا اسلوبه وطريقته في الاعتذار. بعدها كوني بتقرر تروح لميلر اللي ما بيكونش واخد باله من وجودها، وهي كانت بتتفرج عليه من بعيد، بس لما الكلب بتاعه نبح خافت انه يعرف انها بتتفرج عليه واضطرت تروح له. وميلر اول ما شافها بيعتذر لها انها شافته بالشكل ده وبيلبس هدومه، وهي بتقول له ايه الرساله اللي بعتها لي دي وتفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو جوزي شافها، وهو بيقول لها دي مجرد رساله اعتذار، وكانت بتلومه جدا على طريقه كلامه لما جابت له المفتاح وما كانتش قابلة اعتذاره. وبعدها بنلاقي الدنيا بتمطر، وكوني بتقول له مفيش مكان نقف نستخبى فيه من المطره، وهو بيقول لها مفيش غير الكوخ، وفعلا بتوافق. وميلر بيدخلها الكوخ من المطره وبيولع لها حطب عشان تتدفى، ولما قام من جنبها قالت له تعالى جنبي عشان تتدفى، وهو قال لها لو حد شافنا هخسر اكتر من وظيفتي. وكوني بتحس انها معجبه بيه جدا وحاسه ان في رغبه جسديه ناحيته، وده خلاها لما رجع كيليفورد كانت بتحاول تقرب منه وتشبع رغباتها الجسديه، لكن كيليفورد كل حاجه جواه باظت بسبب الحرب وبيقول لها ان مفيش امل، وهي بتقول له مهما حصل هفضل معاك. تاني يوم الصبح كوني بتقول لكيليفورد كان نفسي اخلف لك وريث، وهو بيقول لها ان في دكتور شاطر كلمته وهو جاي لي دلوقتي، ولما جه الدكتور بيقعده على آلة صعبة جدا بتخليه يصرخ من شدة الألم، ولما كوني شافته بيتألم بتدخل وتوقف ده كله وبتقول له الدكتور اتفضل امشي وانا هبعت لك الحاجات بتاعتك. وكيليفورد بنلاقيه بيبكي وبيقول لها كان نفسي اتعالج عشان تخلفي مني طفل، لكن المحاولة فشلت. بعدها كوني بتروح لميلر وبتلاقيه بيربي طيور، ولما طلبت منه انها تمسك واحده هو بيقول لها هي حاسه معاكي بالامان كانك امها، وكوني بتتاثر جدا وبتفضل تبكي. وميلر بيقرب منها وبيقول لها انا اسف ما قصدتش اجرحك، وعينيها بتبقى متثبته على عينيه، والاتنين بيحسوا برغبه كبيره لبعض وبياخدها ويدخلوا الكوخ، وهي بتقرب منه وبتقول له شكلك انسان مش خواف، وهو بيقول لها انا خايف بس من ان احبك،
وبينجذبوا جدا لبعض، وبنتفاجأ ان بيحصل علاقة بينهم. بعدها ميلر بيوصلها القصر وبيقول لها مش هينفع نقرب لبعض اكتر من كده، وهي بتقول له بتمنى انك ما تكونش ندمان على اللي حصل بيننا، وهو بيقول لها انا مش ندمان. وبعدها كوني بتروح القصر وبتكون بتفكر في ميلر، وهو التاني بيكون بيفكر فيها، وبتعدى ايام وميلر بيحس بالوحدة من غير كوني، فبيفضل يشرب خمرة وبيكون في حالة سيئة، وفي نفس الوقت بتحس كوني برضو انها مفتقداه، وبتفضل تبص على الكوخ بتاعه من الشباك بتاعها، وبنلاقيها بتجري بسرعة عشان تروح له، ولما وصلت بيحضنها وبيقول لها انك وحشاني جدا، وهي بتقول له انا بحبك ومش قادر ابعد عنك، وبتحصل علاقة بينهم تاني. وتاني يوم كيليفورد بيقول لها انا قررت ان اعمل حفلة واعزم فيها ناس على مستوى عالي جدا، وبنتفاجأ انه بيقول لها ممكن تختاري منهم حد لان محتاج وريث لكل ممتلكاتي، وهي عشان حبت ميلر مش بيعجبها الكلام وبتسيبه وتمشي. وفعلا بيعمل حفلة وبيزق عليها صديقه الضابط دانكن، واللي بنلاقيه بيرقص معاها وبيقول لها انت ليه اخترت كيليفورد وانا كنت معجب بيك ونفسي اتجوزك. ولما الحفلة خلصت بتقول له انت اخترت لي دينكن، وهو بيقول لها ايوه عشان تحملي من شخص نبيل من نفس طبقتنا وتجيبي لي وريث يشيل اسمي ويمسك كل ممتلكاتي. فبتغضب جدا وتقول له انت ازاي بتفكر كده، وهو بيقول لها انت متخيلة ان الموضوع سهل بالنسبة لي، وبيقول لها انا حياتي انتهت واتدمرت من يوم الاصابة، وبيقول لها انا كل املي في الحياة ان يكون لي وريث. فبتوعده انها تجيب له وريث. وبعدها بنلاقيها راحت لعشقها ميلر تاني، وكالعادة بيحصل بينهم علاقة. ولما سمع صوت بره الكوخ بيقف عشان يشوف مين، وهي بتقول له مفيش حد، وميلر بيقول لها اكيد في يوم من الايام حد هيلاحظ غيابك. وبتعدي الايام وبنلاقي كوني حملت، وبتروح عشان تفرح جوزها كيليفورد بالوريث اللي على الابواب، وهو بيفتكر ان الطفل ده من حد من نفس الطبقة وبيقول لها اخترت مين، وهي بتقول له هقول لك بعدين. وكيليفورد بعدها بياخد كوني ويروح يشوف ممتلكاته اللي في عهدة ميلر، ولما كيليفورد مشي قدامها عشان يسبقها شافها ميلر وحضنها، ولما سمعت صوت كيليفورد ارتبكت جدا، وبعدها الآلة دي غرزت في الطين، وكيليفورد نده على ميلر عشان يطلعها، وكان بيأمره بطريقة وحشة. ولما حاولت كوني انها تساعد ميلر كيليفورد بيقول لها بلاش عشان انت حامل، وميلر بيغضب جدا لانه عرف انها كده كانت بتستغله عشان تجيب له جوزها وريث. ولما طلعه من الغرز بيزقها بايده وبيمشي، وكوني بتقول لكيليفورد روح البيت واتصل بدكتور، وهي جريت بسرعه ناحيه ميلر، ولما وصلت بيعاتبها جامد وبيقول لها انت ما كنتش بتحبيني، انت كنت بتستغليني عشان تجيبي وريث. لكن هي بتبكي وبتقول له انا بحبك فعلا وكان نفسي اعيش معاك، وهو بيقول لها وانت مش هينفع تعملي كده عشان انا طبعا مجرد عامل ومن طبقه فقيره، وهي بتقول له عامه انا مش هقدر ابعد عنك وان في طفل بينا وعايزاه يتربى وسطينا، وهو بيقول لها ما اقدرش اعيشك انت وطفلنا في نفس المستوى اللي انت عايشه فيه دلوقتي. ولما رجعت كيليفورد بيقول لها انا هعمل حفله واقول لكل الناس ان جاي لي وريث وان الحمل حصل قبل اصابتي في الحرب، وبيقول لها انا عايز اعرف مين الراجل اللي اخترتيه، وهي بتقول له لما اكون مستعده هقول لك. وفعلا كيليفورد بيعمل حفلة وبيعلن فيها عن الوريث وبيقول لهم هسميه جيفريز، والخدمة بتقول له أنا عايز أتكلم معاك، وفعلا بيدخل عشان يكلمها، وبنتفاجأ إنها بتقول له إن مراتك طول الوقت كانت بتخونك مع ميلر، وبتقول له أنا لقيت حاجات تخص مراتك كانت موجودة في الكوخ بتاعه. وكيليفورد بيتضايق جدا من الكلام وبيخرج بره، ولما كوني خرجت وراه بيقول لها أنت كنت بتخونيني، وبيقول لها أنا أذنت لك لعلاقة جسدية مع شخص نبيل ومن نفس طبقتنا والغرض معين وبعدين تنتهي العلاقة، لكن انت خنتيني مع العامل ومن قبل ما اقولك ان محتاج وريث، وبيقول لها بكل غضب ابعد عني دلوقتي. وكوني بعدها بتبكي قدام الخادمة وبتقول لها بكل غضب انك انت اللي قلتيله وان كده كيليفورد هيمشي ميلر، والخادمة بترد عليها وبتقول لها كل اللي فارق معاك العامل مش جوزك، وهي بتبكي وبتقول لها انا بقيت بحب ميلر وما اقدرش اعيش من غيره. وبنلاقي الخادمة بتتأثر من كلامها وبتقول لها المفروض تلحقيه لانه بيجهز حاجته وهيمشي، وبسرعة بنلاقي كوني بتجري عشان تروح لميلر، ولما وصلت بتبكي وبتقول له انا مش عايز ابعد عنك وعايز اعيش معاك والرب طفلنا، وهو بيقول لها مش هقدر اعيشكوا في نفس المستوى اللي انتم عايشين فيه، وهي بتقول له انا بحبك وهعيش معاك في اي مكان. وبعدها كوني بتروح لكيليفورد وبتطلب منه الطلاق، وهو بيقول لها انا عايز اتكلم مع ميلر في الاول. ولما ميلر جه كيليفورد بيوبخه بالكلام وبيطرده من الشغل،
وبيقول له امشي من هنا، وبيقول لكوني انا مش هعترف بابنك لانه جه من طبقه مش نبيله. وكوني بتقول لميلر اخرج انت دلوقتي، وبتروح لكيليفورد وبتقول له انا عارفه انك بتحبني وضحيت عشاني مره قبل كده، وعارفه ان جواك انسان جميل وهيضحي عشاني تاني ويطلقني عشان اعيش مع اللي انا بحبه. وفعلا بتمشي كوني مع ميلر، وكيليفورد بيكون حزين جدا وبيقف من على الكرسي وبيقول لميلر هي خلاص بقيت ملكك دلوقتي وانا العالم كله ملكي، وبيكون حزين جدا. وكوني بتمشي مع حبيبها عشان تعيش معاه وعشان يربوا طفلهم. وهنا بينتهي فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات ناريه كتير. اشوفكم في ملخص قادم. سلام.